ايه حسين، كيفك؟ ماشي. انا على الوست. بعد ما طلع الحلقة بلشوا الفرز، بس بعد ما طلع شيء ما ربح شيء، عم صرفوا على بعضهم على بعضهم هيك، كل واحد عم يحكي. في دولة بلبنان، في دولة حزب الله، وفي دويلة اسمها لبنان، دويلة يحكمها فؤاد السنيورة. سجلت قوى المعارضة فوزا محققا احتفلت به في شوارع بيروت، رغم تحولها إلى ثكنة عسكرية لقوى الأمن التي استدعيت على عجل، فيما سارعت وسائل الإعلام الشباطية إلى بث أخبار عاجلة عن فوز مزعوم ذهب به عدم توازنها. تنظيم حاولت به على قصور بعض أقطابها محولين هزيمتهم إلى فوز. قوى الثامن من آذار مع التيار العوني حاولت تزوير النتائج بالترويج لنتائج غير صحيحة، الأمر الذي استدعى عقد مؤتمر صحفي لمسؤولي المنظمات الشبابية والطلابية في قوى الرابع عشر من آذار، أكدوا فيه بالأرقام والأسماء فوزهم الكاسح في الانتخابات الطلابية للجامعة الأمريكية. عشر مقاعد للمستقلين، 32 مقعد لقوى 8 آذار، 49 مقعد لقوى الرابع عشر من آذار.